المشاركات اعزائي المشاهدين والمتابعين. زي ما وعدنا حضراتكم كل يوم من ايام رمضان بيكون معانا مسابقه تحت رعايه شركه فريده لملابس المحجبات بالمانيا وتحت رعايه الصفحه الرسميه تثقف في دقائق، واللي هيشترك معانا في القناه يفوز بجوائز قيمه. ونبحث معاكم معانا ونقول السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا بيه. اتشرف بحضرتك السيد علي المغازي. اهلا وسهلا يا عم الحاج. بما اننا في شهر رمضان وبنحتفل بانبياء الله ورسله، من هو النبي الذي كثر ذكره في القران الكريم؟ سيدنا موسى. يعني مش سيدنا عيسى؟ لا سيدنا موسى. طيب بما انك اجبت اجابه صحيحه نقول لك الف مبروك وكل سنه وانت طيب. وانت طيب يا باشا. اتفضل حضرتك. الله يخليك كتا. اعزائي المشاهدين والمتابعين بنحييكم. زي ما وعدنا حضراتكم كل يوم من ايام رمضان بيكون معانا مسابقه تحت رعايه شركه فريده لملابس المحجبات بالمانيا وتحت رعايه الصفحه الرسميه تثقف في دقائق، واللي يشترك معانا في القناه يفوز معانا بجوائز قيمه وهيفوز معانا ان شاء الله. وهنبدا معاكم ومعانا. والسلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا عم. نتشرف بحضرتك. الله يكرمك. الله يخليك. بقول لحضرتك بما اننا بنحتفل بالقران الكريم وبنحتفل بقراءه القران الكريم، هناك صور تبتدئ بالف لام ميم، كم صوره؟ ست. يعني مش سبعه؟ لا ست. طيب بما انك اجبت اجابه صحيحه نقول لك الف مبروك وكل سنه وانت طيب. وانت طيب. وانت طيب. بركات اعزائي المشاهدين والمتابعين بتحييك. واذا ما وعدنا حضراتكم كل يوم من ايام رمضان بيكون معنا مسابقه تحت رعايه شركه فريده لملابس المحجبات بالمانيا وتحت رعايه الصفحه الرسميه تثقف في دقائق، واللي يشترك معنا في القناه يفوز معنا بجوائز قيمه. ونبحث معاكم ومعانا ونقول السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. اسمك ايه؟ اسمي عم. اهلا وسهلا. بما اننا بنحتفل بالصحابه رضوان الله عليهم، بما كان يلقب سيدنا سعد بن ابي وقاص، كنيته كانت ايه؟ ابي اسحاق. طيب بما انك اجبت اجابه صحيحه نقول لك الف مبروك وكل سنه وانت طيب. وانت طيب. ماشي يا حبيبي. بركاته. اعزائي المشاهدين والمتابعين بنحييكم. واذا ما وعدنا حضراتكم كل يوم من ايام رمضان بيكون معنا مسابقه تحت رعايه شركه فريده لملابس المعجبات بالمانيا تحت رعايه الصفحه الرسميه تثقف دقائق، اللي يشترك معنا في القناه هيفوز بجوائز قيمه ان شاء الله تبارك وتعالى. ونبحث معاكم معانا ونقول السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. نتشرف بحضرتك. عباد الفهم. طيب عايزينك بس تبص معانا للكاميرا عشان ايه؟ يعني نتشرف بيك في التصوير. بما اننا في شهر رمضان وبنحتفل بالصحابه رضوان الله عليهم، حينما توفي احد الصحابه قال سيدنا عمر بن الخطاب مات سيد المسلمين، من هو هذا الصحابي؟ ربيع بن كعب. طيب يعني مش سيدنا عثمان؟ لا. طيب بما انك اجبت اجابه صحيحه لك الف مبروك وكل سنه وانت طيب. اعزائي المشاهدين والمتابعين بنحييكم. زي ما وعدنا حضراتكم كل يوم من ايام رمضان بيكون معنا مسابقه تحت رعايه شركه فريده لملابس المحجبات بالمانيا وتحت رعايه الصفحه الرسميه تثقف في دقائق، اللي يشترك معنا في القناه يفوز معنا بجوائز قيمه. ونبحث معنا ومعاكم ونقول السلام عليكم. عليكم السلام. نتشرف بحضرتك. عمرو محمد احمد المغازي. طيب كل عام وانت بخير. وانت اهلا. الله يخليك. بما اننا في شهر رمضان وبنحتفل بالقران الكريم، من هو النبي الذي امره الله سبحانه وتعالى ان ياخذ الكتاب بكم؟ سيدنا يحيى. يعني مش سيدنا سليمان؟ لا سيدنا يحيى. طيب بما انك اجبت اجابه صحيحه نقول لك الف مبروك وكل سنه الله يخليك. وانت طيب. الله يخليك. ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتابعين، زي ما وعدنا حضراتكم كل يوم من أيام رمضان بيكون معنا مسابقة تحت رعاية شركة فريدة لملابس المعجبات بالمانيا وتحت رعاية الصفحة الرسمية تثقف في دقائق، واللي يبحث معانا ويشترك في القناة يكون جوائز قيمة طوال الشهر. ونبحث معاكم معانا ونقول السلام عليكم. سلام ورحمة الله. كل سنة وأنت طيب. وأنت بالصحة. نتشرف بيه. الله يكرمك. الله يخليك. نتشرف بحضرتك. محمود أحمد الصاوي. أهلا وسهلا بيك. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. الله يكرمك. بما إننا في شهر رمضان نحتفل بالصحابة رضوان الله عليهم وبسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من هي أول شهيدة في الإسلام؟ ابن عمار بن ياسر. يعني أم عمار بن ياسر؟ أيوة. طيب بما إنك أجبت إجابة صحيحة نقول لك ألف مبروك وكل سنة وأنت طيب. الله يكرمك. الله يكرمك.